ربما أنكم تعرفون أن أي معادلة خطية يمكن أن تكتب بصورة y تساوي mx زائد b، حيث أن m هو ميل الخط، نفس الميل الذي كنا نتعامل معه في العروض الأخيرة السابقة، الارتفاع على بعد الخط أو أنه انحدار الخط، و b هو تقاطع y، تقاطع y هو b، وأعتقد أنه من السهل التحقق من تقاطع y، وطريقة التحقق من ذلك هو تعويض x تساوي 0، فعندما x تساوي 0 فإن ذلك يعني مكان التقاطع على محور y، إذا كانت x تساوي 0 فهذه المعادلة ستصبح y تساوي m ضرب 0 زائد b، m ضرب 0 تساوي 0، ولن أهتم لقيمة m، ثم أن y ستساوي b، b ستكون على هذا الخط، إذن النقطة 0 مع b، والخط سيتقاطع مع محور y عند النقطة y تساوي b. سنرى ذلك باستخدام أعداد فعلية في العروض القادمة، حيث أثبت لكم أن m هو الميل. دعونا نحاول مع بعض الأعداد. نحن نعلم أن النقطة 0 مع b تقع على الخط. ماذا يحدث عندما x تساوي 1؟ سنحصل على y تساوي m ضرب 1، أو أنها تساوي m زائد b. ونعلم أيضا أن النقطة 1 مع m زائد b أيضا تقع على الخط. هذه هي قيمة y، فما هو الميل بين تلك النقطة وتلك النقطة؟ دعونا نأخذ هذه كنقطة نهاية. إذا لدينا m زائد b، m زائد b ناقص b، هذا التغير في y مقسوما على التغير في x، أي 1 ناقص 0، 1 ناقص 0، هذا هو التغير في y مقسوما على التغير في x. نستخدم نقطتين، تلك هي نقطة النهاية وتلك هي نقطة البداية. الآن سأقوم بتبسيطه. b ناقص b تساوي 0، 1 ناقص 0 تساوي 1، فنحصل على m على 1 تساوي m. أتمنى أنكم راضين الآن وأنني لم أزعجكم بتحديده عن طريق استخدام كل هذه المتغيرات، لكنه سيعطينا الميل بلا شك، وهذا سيكون تقاطع y. والآن ما أريد فعله في هذا التمرين هو النظر إلى هذه الرسومات البيانية ثم الاستعانة بها في إيجاد المعادلة. حسنا، سننظر إلى هذا، سنجد الميل ونجد تقاطع y، ومن ثم نعرف المعادلة. لنبدأ إذن بالخط A. ما هو ميل الخط A؟ حسنا، دعونا نبدأ بنقطة عشوائية، دعونا نبدأ من هنا، نريد الحصول على أعداد زوجية، إذا انتقلنا إلى 1، 2، 3، ستكون هذه دلتا x تساوي 3، والآن دعونا نجد دلتا y، سنذهب للأسفل بمقدار ناقص 2، إذن دلتا y تساوي ناقص 2. إذن بالنسبة للخط A، التغير في y مقسوما على التغير في x يساوي ناقص 2 على 3، إذن الميل يساوي ناقص 2 على 3. عندما ننتقل إلى الأعلى بمقدار 3 سننتقل إلى الأسفل بمقدار 2، أو إذا انتقلنا إلى الأعلى بمقدار 1 فسننتقل إلى الأسفل بمقدار 2 على 3. لا يمكن أن نرى هذا هنا بالضبط، لكنك بلا شك ستراه عندما تنتقل إلى الأعلى بمقدار 3. هذا هو الميل. لقد أنجزنا نصف هذه المسألة. الآن علينا إيجاد تقاطع y، هذا m، والآن ما قيمة b، أي تقاطع y؟ حسنا، أين يتقاطع هذا مع محور y؟ حسنا، لقد قلنا بالفعل أن الميل هو ناقص 2 على 3، إذن هذه النقطة y تساوي 2. عندما ننتقل إلى الأعلى بمقدار 1 فيمكن
أن ننتقل إلى الأسفل بمقدار 2 على 3. إذن هذه النقطة يجب أن تكون 1 و1 على 3، أو بطريقة أخرى يمكن أن نقول أنها 4 على 3. تلك النقطة هي y تساوي 4 على 3، هنا أكثر من 1 بقليل، تقريبا 1 و1 على 3، فيمكن أن نقول أن b تساوي 4 على 3. سنعرف أن المعادلة هي y تساوي ناقص 2 على 3 x زائد 4 على 3. هذه هي المعادلة A. دعونا نجد المعادلة B. أتمنى ألا نتعامل مع العديد من الكسور هنا. المعادلة B دعونا أولا نجد ميلها. دعونا نبدأ عند نقطة معينة، يمكن أن نبدأ عند هذه النقطة، دعوني أحلها هنا. المعادلة B دعوني أكتب بهذه الطريقة، عندما يكون دلتا إكس هو 1، أي عندما نتحرك بمقدار 1 إلى اليمين، ماذا سيحدث لدلتا واي؟ ننتقل إلى الأعلى بمقدار 3، دلتا إكس دلتا واي، التغير في واي هو 3، التغير في y مقسوما على التغير في x، عندما نتحرك إلى اليمين سيكون التغير في x هو 1، والتغير في y هو موجب 3، إذن الميل يساوي 3. ما هو تقاطع y؟ حسنا، عندما x تساوي 0 فإن y تساوي 1، إذن b تساوي 1. كانت هذه أسهل بعض الشيء. المعادلة هنا هي y تساوي 3x زائد 1. دعونا نفعل الخط الأخير. أولا كما ترى الخط C، دعونا نجد تقاطع y. حسنا، عندما x تساوي 0 فإن y تساوي سالب 2، إذن b تساوي سالب 2. وما هو الميل؟ الميل يساوي التغير في y مقسوما على التغير في x. دعونا نبدأ عند تقاطع y. إذا ذهبنا إلى اليمين بمقدار 1 2 3 4، إذن التغير في x يساوي 4. ما هو التغير في y؟ التغير في y هو سالب 2. عندما يكون التغير في x يساوي 4، إذن التغير في y هو سالب 2، إذن الميل يساوي 2 على 4 ويساوي 1 على 2. المعادلة هنا هي y تساوي 1 على 2 x ناقص 2 ناقص 2، وانتهينا. الآن دعونا ننتقل إلى الاتجاه الآخر. دعونا ننظر إلى بعض معادلات الخطوط، ونعرف أن ذلك الميل M، وهذا تقاطع Y، وذاك B، ودعونا نقوم بتمثيلهم بيانيا. دعونا نبدأ بهذا الخط أولا. لقد بدأت فعلا بتحديده باللون البرتقالي. تقاطع Y هو 5، عندما X تساوي 0 فإن Y تساوي 5. يمكنك التحقق من ذلك في المعادلة. عندما x تساوي 0 فإن y تساوي 1 2 3 4 5، هذا هو تقاطع y، والميل هو 2. هذا يعني أنه عندما أتحرك بمقدار 1 باتجاه x سأتحرك للأعلى بمقدار 2 باتجاه y. إذا تحركت بمقدار 1 باتجاه x سأتحرك للأعلى بمقدار 2 باتجاه y. وإذا اتجهت رجوعا إلى 1 باتجاه X سأتحرك إلى الأسفل بمقدار 2 باتجاه Y. سأستمر في فعل ذلك. إذن هذا الخط سيبدو، لا يمكنني أن أرسم الخطوط بأسلوب متقن جدا، لكنه سيكون أفضل ما يمكنني فعله. سيبدو هكذا. سأستمر أكثر وأكثر.
هذا هو الخط الأول، يمكنني الاستمرار بالنزول إلى أسفل هكذا. دعونا نرسم هذا الخط. y تساوي ناقص 2 بالعشرة x زائد 7. دعوني أكتب هذا، y تساوي ناقص 2 بالعشرة x زائد 7. من السهل دائما أن نفكر في الكسور، إذن 2 بالعشرة تعادل 1 على 5، فيمكن أن نكتب y تساوي ناقص 1 على 5 x زائد 7. ونعلم أن تقاطع y له هو 7، أي أنه 1 2 3 4 5 6، هذا هو تقاطع y عندما x تساوي 0. هذا يوضح أنه لكل 5 نتحركها إلى اليمين سنتحرك إلى الأسفل بمقدار 1. يمكننا اعتباره ناقص 1 على 5. دلتا y مقسومة على دلتا x تساوي ناقص 1 على 5. لكل 5 نتحركها إلى اليمين سنتحرك بمقدار 1 إلى الأسفل. لكل 5 إذن 1 2 3 4 5، نتحرك 5 إلى اليمين، هذا يعني أن علينا أن نتحرك إلى الأسفل بمقدار 1. نتحرك 5 إلى اليمين، 1 2 3 4 5، علينا أن نتحرك بمقدار 1 إلى الأسفل. وإذا عدنا، أي إذا تحركنا بمقدار 5 إلى الوراء بدلا من هذا، إذا اعتبرته 1 على ناقص 5، فإن هذه بكل وضوح أعداد متساوية. إذا عدنا بمقدار 5، هذه سالب 5، 1 2 3 4 5، بالتالي سنتحرك بمقدار 1 إلى الأعلى. إذا عدنا بمقدار 1 2 3 4 5، سنتحرك إلى الأعلى بمقدار 1. إذن الخط سيبدو هكذا، علي فقط أن أصل النقاط. أعتقد أنك استوعبت الفكرة، لا يمكنني رسمه بصورة مستقيمة قليلا. والآن دعونا نرسم هذا، y تساوي ناقص x. أين عبارة b؟ لا أرى أي عبارة لـ b. تذكروا بأننا قلنا أن y تساوي mx زائد b. أين b؟ حسنا، b تساوي 0، فيمكنك أن تعتبرها زائد 0، حيث b تساوي 0. عندما x تساوي 0 فإن y تساوي 0. هذا هو تقاطع y هنا على نقطة الأصل. ثم الميل مرة أخرى، سنرى إشارة سالبة يمكنك اعتبارها ناقص 1 x زائد 0، إذن الميل هو ناقص 1. عندما نتحرك إلى اليمين بمقدار 1، عندما التغير في x هو 1 فالتغير في y يكون سالب 1. عندما نتحرك إلى الأعلى بمقدار 1 على x، نتحرك للأسفل بمقدار 1 على y، أو إذا تحركت للأسفل بمقدار 1 على x فستتحرك للأعلى بمقدار 1 على y، حيث أن كل من x و y يتجهان باتجاهات متعاكسة. إذن الخط سيبدو هكذا. يمكنك أن تتخيل أنه يقسم الربعين الثاني والرابع. الآن سأحل مسألة أخرى، دعونا نحل هذا. y تساوي 3.75%، وربما أنك تقول الآن سننظر إلى y تساوي mx زائد b، أين عبارة x؟ إنها غير موجودة. حسنا، في الحقيقة هنا يمكن إعادة كتابة المعادلة لتصبح y تساوي 0 مضروبة في x زائد 3.75%. الآن أصبحت منطقية، الميل هو 0، لا يهم مقدار التغير في x حيث أن y لا يتغير. دلتا y على دلتا x تساوي 0، لا أهتم لمقدار التغير في x حيث تقاطع y هو 3.75%. إذن 3.75% تقع هنا، عليك الاقتراب منها، 3.3 على 4. ومهما كان التغير في x فإن y لن تتغير، حيث أن y ستكون دائما 3.75%. سيكون الخط أفقيا على y تساوي 3.75%.
على أي حال أتمنى أنكم وجدتم هذا مفيدا.